من يمين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. صلاة أربع تكبيرات فرض كفاية على الشهيد البطل ميت من أموات المسلمين يرحمكم الله. علينا وعليكم إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شو نحن نلعب؟ وخر. يلا عمي. وخر. يلا صور. وخر. صور عمي. وخر. شو نحن نلعب؟ وخر إيدك. يلا صور عمي. الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أخوان رجاء رجاء من أن دعي لحد يحشي رجاء بس بالأمين أمن عدين ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال تعالى أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أيتها الأرض الطيبة المباركة، نؤمن عندك جسد هذا الشهيد البطل المرحوم صدام حسين المجيد إلى حين أن ينقل إلى مكان آخر بإذن الله. فاحفظ الأمانة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.